من المهرة، حيث سقطت طائرة مسيرة كانت تحلق في سماء مدينة الغيضة، هي الثانية خلال أسبوع. وقال مراسل المهرية إن طائرتين مسيرتين كانتا تحلقان في سماء مدينة الغيضة مساء الأحد، تمكن المواطنون من إسقاط إحداهما، مشيرا إلى أن الطائرة سقطت على سطح منزل لأحد المواطنين فيما لم تعرف هويتها بعد. في غضون ذلك، قال مصدر أمني للمهرية إن سقوط الطائرة المسيرة في مديرية الغيضة مركز المحافظة جاء بعد أسبوع من سقوط أخرى في مديرية الشحن شرقي المحافظة. ويشار إلى أن طيرانا مسيرا حلق فوق القصر الرئاسي أمس الأحد بالتزامن مع وجود وزير الشباب والرياضة نايف البكري في المحافظة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل المهرية من المهرة فؤاد المسلمي. مرحبا بك فؤاد، لو تحدثنا عن التفاصيل حول الطائرة المسيرة إذا كانت لديكم تفاصيل التي سقطت في الغيضة. أهلا وسهلا. استياء واسع وقطع المواطنين في محافظة المهرة نتيجة تحليق المكثف للطيران المسير ليلة أمس. أسقطت واحدة على منزل أحد المواطنين في حارة صمودة القريبة من القصر الجمهوري المتواجد فيه وزير الشباب والرياضة نايف البكري. ثم تم مطاردة الأخرى بالأعيرة النارية، واستمر التحليق مكثف إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. وهذا عبر استياء واسع لدى المهريين ولدى المواطنين الذين استنكروا تلك الطيران المجهول الذي يأتي بين حين وأخرى، وباتهام وبإشارة صريحة إلى قوات التحالف المتواجدة في مطار الغيضة حول تلك الطائرات المسيرة التي تنطلق بين حين وأخرى، التي سقطت قبل أسبوع واحدة في مديرية شحن في البادية. وهذا قد أكد فيه الشيخ علي سالم الحريزي في فعاليات لجنة الاعتصام أكثر من مرة أن الطيران المسير يتبع البريطانيين والسعوديين ينفذون به طلعات لتخويف أبناء المهرة الذين ينادون برحيل القوات السعودية من المهرة. وسبب استياء واسع وعارم ليلة أمس عندما سقطت على منزل أحد المواطنين ولا توجد أي إصابات، وتم تسليم الطائرة إلى البحث الجنائي في محافظة المهرة، وتم تسليمها إلى الاستخبارات العسكرية لمعرفة هويتها وأين صنعت. وهناك معلومات عسكرية أكدت لنا خاصة للمهرية أن الطيران حديث الصنع وليس أي طيران مسير كما يقولوا أنه نعم من فؤاد. جهات الحوثي أو من أي جهة أخرى. نعم فؤاد المسلمي مراسلنا من المهرة، شكرا جزيلا لك.